بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نطالع فيها أهم وأبرز ما تقوله الصحف العربية ومواقع الأخبار المحلية. والبداية من موقع يمن مونيتور والذي قال أن ميليشيا الحوثي لا تظهر راغبة بالسلام مع وصول المبعوث الدولي إلى صنعاء، بل إنها تعد العدة لحرب طويلة بحشد صغار السن للقتال في صفوفهم من المدارس والقرى والرجال من المساجد، كما كثفوا دوراتهم التدريبية للنساء خوفا من تقدم القوات الحكومية عبر البحر الأحمر بإنزال بحري وتقدم بري ناحية العاصمة صنعاء. قالت مصادر طلابية ومعلمون في صنعاء إن مسلحين الحوثيين بعثوا لجنة من وزارة الأوقاف الخاضعة لسيطرتهم إلى المدارس لحث الطلاب على القتال والاستشهاد في صفوف الجماعة. وأشار طلاب في مدرسة الكويت كبرى المدارس الثانوية الحكومية في صنعاء ليمن مونيتور إلى أن أعضاء لجنة الحوثيين استمروا لساعات يشرحون للطلاب فضل الجهاد والاستشهاد، كما طلبوا من الطلاب تسجيل أسمائهم لأجل الذهاب إلى الجبهات للقتال ضد القوات الحكومية. يأتي ذلك في وقت تنشر فيه وكالة الأنباء الخاضعة لسيطرتهم دعوات نفير عام في عدد من البلدات اليمنية، مستغلة حادثة القاعة الكبرى. ونشرت الوكالة خلال 3 أيام ماضية دعوات القتال في الحيمة الخارجية ونهم وسنحان ومناخة وصعفان في صنعاء والطويلة في المحويت وآنس في محافظة دمار. الموقع بوست تابع واحدة من ممارسات ميليشيا الحوثي التي لا تتوقف وعنون في صفحته الرئيسية: ميليشيات الحوثي تختطف أطفالا وتأخذهم رهائن بمديرية السياني. وقال الموقع إن ميليشيات الحوثي والمخلوع الإنقلابية اختطفت أطفالا وفتية من منطقة النجد الأحمر بمديرية السياني جنوب محافظة إب وسط اليمن. وأكدت مصادر محلية للموقع بوست أن مسلحي الميليشيا قاموا باختطاف عدد من الأطفال والفتية من داخل منازلهم والمحلات التجارية في سوق النجد الأحمر دون إبداء الأسباب. وأضافت المصادر أن من بين المختطفين طفلا اسمه محمد صادق شملان 15 عاما، قامت الميليشيا باختطافه كرهينة حتى حضور عمه المطلوب لديهم حسب ادعائهم. يتابع الموقع بوست: تمارس الميليشيا انتهاكات متواصلة بحق المواطنين في مختلف مناطق المحافظة منذ سيطرتها عليها منتصف أكتوبر 2014، تنوعت بين القتل والاختطاف والملاحقات ونهب الممتلكات وتفجير المنازل. خالد الرويشان كتب عن حياة البؤس التي عاشها ويعيشها اليمنيون، وقال الرويشان في أجزاء من مقاله: وعادت الكوليرا والمكاوي، يريدون للشعب أن يعود كما كان عهد الإمام يحيى كما ترون هنا. عادت المكاوي والمجاذي، عادت لأنه لا مستشفيات فهي بالدولار، بينما الشعب بلا مرتبات. الأجيال الجديدة لا تعرف الكتن، كان كل يمني لا ينام إلا في كيس مثل شواله ويغلقه على نفسه من الداخل خوفا من الكتن، أما كيف يتنفس فهذه معجزة. كانت الكتن تمتص دماء اليمنيين، ولذلك كانت نصف أعمار اليمنيين جميعهم داخل كيس مغلق خوفا من هذه الحشرة مصاصة الدماء التي لا تخرج من مخابئها في البيوت إلا في الظلام. لو لم تقم ثورات الشعب إلا على كتن الإمامة لكان ذلك لوحده سببا وجيها للثورة، إلى درجة أنه يحكى أن يمنياً عاد من المسجد بعد صلاة العصر فوجد بيته الطيني قد انهدم وتساقط معظمه لقدم ذلك البيت، فما كان من صاحب البيت إلا أن صاح فرحاً: أي وهكذا حالية في الكتن. موقع المصدر أونلاين عنون في صفحته الرئيسية: رابطة أمهات المختطفين تحمل المبعوث الأممي مسؤولية ملف المختطفين في سجون الحوثيين. وقال الموقع:
إن رابطة أمهات المختطفين نفذت وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة في صنعاء، وطالبت فيها الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية تجاه ملف المختطفين في سجون جماعة الحوثي وصالح. وجاءت هذه الفعالية بالتزامن مع تواجد المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ في صنعاء. وأوضحت الرابطة في بيان صادر عن الفعالية الاحتجاجية أن هيئة الأمم المتحدة هي الراعي الأول عالميا لحقوق الإنسان والمنصف لكل المظلومين، وتحديدا الدول التي تقع فيها صراعات مسلحة ينتج عنها الآلاف من الضحايا الأبرياء. ونشدت الرابطة من أمام مقر إقامة بعثة الأمم المتحدة بصنعاء المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ بتحديد موقف صريح وواضح من ملف أبنائها المختطفين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال احتجازهم غير القانوني وتعذيبهم الشديد الذي أدى إلى موت 57 منهم في سجون الحوثيين. أوضحت الرابطة أن النساء وقفن في نفس المكان لأكثر من عام ونصف وحملنا نفس القضية ونفس المعاناة، وقدمنا الرسالة تلو الرسالة، ونشدنا الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها الإنسانية والقانونية تجاه ملف المختطفين ظلما وجورا في سجون الحوثي، وهم يتعرضون فيها لأبشع أنواع التعذيب والتجويع الممنهج وتقييد أرجلهم بالقيود. ومن بين الأخبار القليلة الباعثة للتفاؤل ما جاء في موقع عدن الغد، والذي عنون في صفحته الرئيسية: شركة الطيران الأفريقي تستأنف رحلاتها إلى مطار سيئون الدولي. وقالت الصحيفة إنها شركة الطيران الأفريقي أفريكان إكسبريس تستأنف رحلاتها إلى مطار سيئون الدولي رحلات أسبوعية مباشرة من نيروبي إلى سيئون مرورا بمطار بيشا بالمملكة العربية السعودية. وعن جدول الرحلات قال الموقع إنها ستكون كل يوم ثلاثاء، وتكون العودة من سيئون إلى نيروبي كل يوم أربعاء ابتداء من 25 من أكتوبر الجاري. وأوضح مدير عام الشركة في اليمن عمر فيصل عبده، الذي أضاف بأن التوقف المؤقت لتيسير الرحلات في الفترة السابقة التي دشنت الشركة رحلاتها إلى مطار سيئون في 10 مايو 2016 يعود للأوضاع التي تعيشها البلاد والتغيير في سياسة الشركة للتأقلم مع الظروف الحالية في البلاد. وأكد مدير عام الشركة باليمن بأن شركة اليمن المعتمدة من قبل التذاكر والحجوزات ستكون عبر جميع وكالات السفريات في اليمن المعتمدة من قبل الشركة. على نفسها جنت الغوغاء. تحت هذا العنوان كتبت فكرية شحرة مقالها المنشور في يمن مونيتور، وقالت الكاتبة: يؤلم كثيرا هذا الحال المزري الذي وصل إليه بسطاء الناس من فقر وحاجة ويأس يرتسم على الوجوه قبل أن تبوح به الألسن. نعم، هو حال تعجز الأقلام عن التوغل فيه احتراما لإنسانيتنا المتعففة وإرهاقا من كم البؤس الذي يحتويه. جهل هذا الشعب مركب وعسير الفهم، وما نراه في مواقع التواصل الاجتماعي من أقلام واعية لا تعد نسبتها إلا شيء يسير بجوار إنسان الشارع البسيط الذي ينقاد ذليلا إلى حتفه قانعا بهذا المصير. هي محارق الأزمات تصفي عقول الناس فتظهر إنسانية البعض وفهمه لما يدور في الواقع، في حين تعري لنا غالبية الغثاء من البشر الذين ذهبت شفقتهم ورحمتهم إلى جلاديهم، فرفعوا أكفهم بالدعاء لهم بالنصر عليهم وتثبيت أقدامهم على رقاب الشعب، ونفضوا جيوبهم لمساندة قاتلهم بالدعم والتبرع، فاستحقوا الشراكة في الجرم ولعنة التاريخ والضعفاء. إن كل أمة أو شعب آمن بالظلم والطاغوت وسانده أو تبرع له ب50 كما هو الحال لدينا يستحق العذاب الذي حل بساحته. ولا أجد عقاباً أشد بشاعة من اجتياح الجراد الذي أكل الأخضر والممزق في البنك المركزي، ولم يكتفي بل لاحق جيوب البسطاء طلباً للتبرعات في كل ركن وشق. إننا قد نتحمل عسر الحال وضيق ذات اليد،
لكننا لا نتحمل جهد الجهل والغباء الذي مني به هذا الشعب الذي عجز أن يرى عدوه، فكيف سيدرك صديقه؟ موقع التغيير نت أورد العديد من العناوين، بينها قيادة كبيرة من ميليشيا الحوثي بمحافظة الجوف تفاجئ الانقلابيين وتعلن انضمامها للشرعية، وعنوان مساع أممية لتمديد الهدنة، وعسير خروقات وقف النار تجاوزت الألف. ومن صنعاء حزب المؤتمر يتهم ولد الشيخ بعدم الحيادية ويحمله مسؤولية نقل البنك المركزي إلى عدن. ميدانيا مقتل قيادي حوثي ومرافقيه في مواجهات مع المقاومة الشعبية بالضالع. يقام في قاعة آرثر أم ساكلر في مجمع المتاحف بالعاصمة واشنطن أكبر معرض للمصاحف والخطوط القرآنية تشهده الولايات المتحدة حتى الآن، ويضم أكثر من 60 نسخة مزخرفة للقرآن الكريم من دول مختلفة من العالم العربي، بالإضافة إلى تركيا وإيران وأفغانستان. وتفاوتت أعمار المصاحف المعروضة ما بين 1000 سنة خلت والقرن 17 الميلادي. العربي الجديد تجولت في أرجاء المعرض، نتابع الصور التي نقلتها الصحيفة. نذهب إلى فصل قصير ثم نعود لنطالع أهم ما نقلته الصحف العربية الصادرة اليوم، ابقوا معنا. نعود الترحيب بكم مشاهدينا الكرام ونصحبكم في جولة بين أهم ما قالته الصحف العربية، والبداية من صحيفة العربي الجديد والتي قالت في أحد عناوينها: الحوثيون يحفزون تهريب المخدرات إلى السعودية ويستغلون الأطفال. وتقول الصحيفة أنه على الرغم من الحرب نشطت خلال الأشهر الأخيرة تجارة المواد المحظورة وعلى رأسها المخدرات بين مهربين في اليمن والسعودية، مستغلين حدودا برية تتجاوز 800 كيلومتر بين البلدين. وأكدت مصادر محلية للعرب الجديد أن المخدرات لا تزال تتدفق من اليمن إلى السعودية عبر الشريط الحدودي الذي يشهد معارك محتدمة بين الانقلابيين الحوثيين في اليمن والتحالف العربي والقوات الشرعية. أوضحت المصادر أن مهربي المخدرات إلى السعودية يسلكون طرق رئيسية برية وبحرية، حيث تنتقل المخدرات من إيران عبر خليج عمان ثم عن طريق بري من محافظة المهرة الحدودية مع سلطنة عمان، مرورا بمحافظات حضرموت وشبوة ومارب والجوف، وصولا إلى معقل الحوثيين بمحافظة صعدة على الحدود السعودية. كما يسلك المهربون طريقا ساحليا عبر البحر الأحمر وصولا إلى ميناء ميدي شمال غرب اليمن والمحاذي للساحل السعودي بمدينة جازان. وقال ناشطون محليون لصحيفة العرب الجديد إن جماعة الحوثيين تعمل على تجنيد عشرات الأفارقة من الجنسيتين الصومالية والأثيوبية في تجارة وتهريب المخدرات عبر الحدود، بعدما أضحت هذه التجارة مصدرا مهما لتمويل الجماعة. صحيفة الخليج الإماراتية عنونت في إحدى صفحاتها: الحوثيون يفرقون بالرصاص احتجاجا في سجن صنعاء. وأفادت مصادر محلية بسقوط عدد من الجرحى بين نزلاء السجن المركزي بالعاصمة صنعاء، وذلك خلال تفريق المسلحين الحوثيين احتجاجات لهم. وقالت المصادر
إن المسلحين أطلقوا الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع على نزلاء السجن المركزي عقب أعمال شغب قاموا بها احتجاجا على عدم توافر الماء والغذاء والدواء، وهو ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى بين المحتجين. وأوضح ناشط حقوقي معني بقضايا السجناء في اليمن أن الظروف الأمنية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد أدت إلى نقص المواد الغذائية والدواء المقدم لنزلاء السجن المركزي، لافتا إلى أن هناك احتجاجات شبه يومية ينفذها النزلاء في السجن المركزي بصنعاء. يوم الأمم المتحدة، تحت هذا العنوان كتبت صحيفة الخليج افتتاحيتها، وقالت الصحيفة عن الأمم المتحدة التي تشهد موجة واسعة من السخط حول دورها. تحتفل الأمم المتحدة اليوم بعيد تنفيذ ميثاقها في عام 1945. في تلك الفترة كان هناك عدد محدود من البلدان المستقلة، فقد خيمت حينذاك على العالم هيمنة القوى الاستعمارية في أفريقيا وآسيا بشكل خاص. وحينما قامت الأمم المتحدة في تلك الفترة كانت تعبر عن حقيقتين: الحقيقة الأولى أن الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية وخصوصا الولايات المتحدة هي من وضعت الميثاق وخارطة الطريق للأمم المتحدة ونظاماتها المتخصصة، ولذلك جاءت هذه المنظمة تعبيرا عن مصالحها في صورتها العامة وفي تشكيلاتها الأساسية وفي البرامج والخطط التي انبثقت عنها. الحقيقة الثانية أن معظم الدول التي انضمت لاحقا كانت مستعمرات أو تحت الانتداب، وبالتالي لم يكن لها أي صوت في طبيعة المنظمة وعملها، وحينما انضمت بعد ذلك لم يكن لها إمكانية التعديل أو التطوير في الأساس التي قامت عليه المنظمة. ويعود ذلك إلى أن الدول المتمتعة بحق الفيتو كان بيدها التعبير والتعديل، وهذه الدول حصلت على استقلالها ليس بفضل الأمم المتحدة وإنما بفضل نضال شعوبها بالدرجة الأولى، وكذلك لأن الدول الاستعمارية التقليدية مثل بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا وغيرها لم يكن بوسعها تحمل كلف الاستمرار في إدارة المستعمرات، خصوصا في ضوء سعي الولايات المتحدة لوراثة نفوذها بأسلوب جديد. لقد نجحت الأمم المتحدة في حدود الأهداف التي نشأت من أجلها، أي خدمة مصالح الذين كتبوا ميثاقها ونظامها وقواعد عمل مؤسساتها. ومصالح هؤلاء ليست بالضرورة مصالح دول العالم الأخرى. صحيح أن الصراع بين الدول الكبرى يبقى محدودا في الإعلام والسياسة والاقتصاد، لكنه لم يحصل في ميدان السلاح، والفضل في ذلك يعود إلى توازنات الرعب وليس إلى جهود الأمم المتحدة. صحيفة الاتحاد الإماراتية عنونت في إحدى صفحاتها بخصوص اليمن: الإنقلابيون يستولون على قافلة إغاثية في تعز. وقالت الصحيفة إن الميليشيات الإنقلابية استولت على قافلة إغاثية تابعة لمنظمة آن للتنمية التي كانت في طريقها إلى مديرية المصراخ جنوب مدينة تعز التي يعاني سكانها أوضاعا مأساوية. وقالت منظمة آل للتنمية إن القافلة التي تم احتجازها في 30 سبتمبر الماضي في نقطة أمنية تابعة للميليشيا عند المدخل الشرقي لمدينة تعز كانت تستهدف 400 أسرة في المديرية الذين يعانون أوضاعا إنسانية غاية في الصعوبة. وأضاف البيان إن كل وسائل الوساطة تدخلت للإفراج عن القافلة، لكنها فشلت في إطلاقها بعد 3 أسابيع من احتجازها، رغم أن المنظمة لديها موافقة من الأجهزة الأمنية بالسماح لها بالمرور وإيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها في مديرية المصراخ. صحيفة السياسة الكويتية عنونت في صفحتها الدولية: المالكي يتملق لخامئني قادمون يا يمن. وقالت الصحيفة إن رئيس الوزراء العراقي السابق نور المالكي وجه شكره للمرشد الأعلى بإيران علي خامنئي وما وصفها بمبادرته التي تعطي الإسلام والمسلمين أهمية على حد تعبيره، وذلك في كلمة له خلال مؤتمر الصحوة الإسلامية الذي عقد في بغداد. وفي إطار التملق لإيران قال المالكي في كلمته: أرى على مستوى مواجهة هؤلاء الإرهابيين أن عمليات قادمون يا نينوى
تعني في وجهها الآخر قادمون يا رقة، قادمون يا حلب، قادمون يا يمن، قادمون في كل المناطق التي يقاتل فيها المسلمون الذين يريدون الارتداد عن الفكر الإسلامي على حد زعمه. صحيفة القدس العربي تابعت أحد الموضوعات وعنونت إيقاف وتحقيق مع مذيعة في التلفزيون المصري بعد وصفها محمد مرسي بالسيد الرئيس. وقالت الصحيفة في مشكلة جديدة مع مايسبيرو أو المقر المعروف للتلفزيون الحكومي المصري، إذ قرر وقف الإعلامية منى شكر عن العمل في قطاع الأخبار ومحاكمتها عقابا على استخدامها عبارة محمد مرسي السيد الرئيس. وقال خالد مهنا رئيس قطاع الأخبار في التلفزيون المصري إنه تم تحويل المذيعة منى شكر إلى التحقيق لقولها في نشرة الخامسة مساء تم الحكم على السيد الرئيس بالسجن 20 سنة قبل أن تعدل عن مقالته لتصف مرسي بالمعزول بعد ذلك. كما أضاف رئيس قطاع الأخبار في التلفزيون المصري أن المذيعة خالفت السكريبت المكتوب لها والذي لم يكن يتضمن الجملة التي قالتها، ولكن كان بها كلمة الرئيس المعزول. الموصل وحلب وبيروت، تحت هذا العنوان كتب غسان شربل مقاله المنشور في جريدة الحياة اللندنية. وقال الكاتب في أجزاء من المقال: من حسن الحظ أن بيروت لا تعيش ما تعيشه الموصل وحلب، لكنها معلقة في النهاية بمصير المدينتين من زاوية الجغرافيا والانخراط والمشاعر، ولأن هذا الكعك من ذاك العجين قطعت توترات المنطقة رأس الجمهورية اللبنانية وأبقتها بلا رئيس منذ سنتين ونصف. الذين حلموا بفوز سريع للمعارضة في سوريا عادوا خائبين، ومثلهم الذين حلموا بهزيمة سريعة للمعارضة. كانت بيروت مدينة مهمة، يوم كانت رئة وملاذا وشرفة ومختبرة، انكمشت قامتها كانحسار القامات على مسرحها، وعلى رغم ذلك يبقى لما تعيشه شيء من المعنى. تشهد بيروت حالياً محاولة لإنهاء عهد الرأس المقطوع، تسير في الاتجاه المعاكس لحروب التفكك والطلاق في العراق وسوريا. في وصول العماد ميشيل عون إلى رئاسة الجمهورية، حفلة لتوزيع كؤوس السم على مؤيديه ومعارضيه، أغلبهم كانوا يفضلون تفادي رؤيته مجدداً في القصر. جملة من العوامل الداخلية والإقليمية دفعت كثيرين إلى التسليم بتناول هذا الدواء المر. ثمة من يعتقد بأن الجنرال الثمانيني سيضطر إلى تجرع بعض السم بعد فوزه. سعد الحريري تحول خبيراً في تجرع الكؤوس الصعبة. أغلب الظن أن مشاهد حلب والموصل كانت بين العوامل التي دفعته إلى الإقدام على مخاطرة كبرى تتمثل في ترشيح عون المقيم في الضفة الأخرى. هناك ما هو أهم من قصة الجنرال. هل يستطيع اللبنانيون أن يبعثوا برسالة جديدة في هذه المنطقة المهددة بأن توغل أكثر في عصور الظلام؟ رسالة مفادها أن بيروت يمكن أن تتسع ليعيش الشيعي والسني والمسيحي في دولة واحدة وعلى قاعدة تبادل الاعتراف واحترام الحقوق والمخاوف. أنا لست سائحا غريبا، لا أطالب بأكثر من شبه دولة وشبه دستور وشبه قانون. بهذه المجموعة من الصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة نترككم في أمان الله، ونتابع معا مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.